السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسم جمعية السفيرات لرعاية المرأة والطفل، اليوم كنشكروا الحضور الكريم، وأنا من هذا المنبر كنحيي كل مرأة مغربية ومرأة عالمية، لأن المرأة هي المجتمع، هي الأم، هي الأخت الصديقة، هي كل شيء. في هذا الإطار هذا كنوجه تحية لهم كاملين، للنساء كلهم، وتحية من هذا المنبر، والكلمة الأخت خديجة أمينة المال. السلام عليكم، خديجة حديدوين أمينة مال جمعية السفيرات لرعاية المرأة والطفل. بمناسبة ذكرى 8 مارس اليوم العالمي للمرأة والمجهودات اللي كتقوم بها المرأة، والمرأة بصفة عامة، المرأة القروية ويعني جميع النساء العالم، كنقدم لهم واحد التحية كبيرة، وكنهنئهم وكنقول لهم كل عام وأنتم أروع نساء العالم. معكم سميرة الطوالي، يوتيوبرز مغربية، صاحبة قناة مسعودة تيفي وقناة سميرة مربوحة تيفي. كيحضر لي الشرف أنني اليوم نكون من ضمن النساء اللي تكرموا بمناسبة 8 مارس، وكان كذلك هذا التكريم لضم الصحفي الإعلامي المرحوم صلاح الدين الغماري وأم رئيسة جمعية سفيرات لرعاية المرأة والطفل فاطمة شليح، ورئيس جمعية ملكية لمغاربة أوروبا يوسف زروالي. وكنشكرهم بزاف، يعني كان واحد اليوم اللي مميز. وهذا التكريم انا كما قلت لكم راه ما تيخش المراه سميره الطويل ولا شي امراه وحده فينا، ولكن هذا التكريم راه كنقول دائما أن تستحق تكريم أسبوعيا ولا يوميا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى من الله كل شيء يكون مزيان وفرحان، والتحية للمرأة المغربية. اليوم حضورنا في مدينة فاس كيديروا تكريم جمعية السفيرة لرعاية المرأة والطفل بمناسبة عيد المرأة، وعلى الأعمال اللي تنقوم بها، وكرئيس الجمعية الملكية للمغرب في أوروبا، والأعمال اللي قمنا في اتجاه هذا الوطن الجميل. وشرف لنا أن نكون من الناس اللي تنديروا التكريم من أجل وطني، وتنديروا أعمال وطنية وأعمال خيرية. فالحمد لله هادشي ما جاش بفراغ، جاء بواحد المعاناة والصبر. وتنشكر هذه الجمعية برئاسة أخت سعاد، وتنشكر أهل فاس، الناس طيبين، والحمد لله والشكر لله. تنشكر المرأة المغربية أو المرأة العربية والمسلمة أو المرأة كيف ما بغات تكون، تنقول أنه قبل ما تكون جوجة ديالك فهي كانت أم ديالك، وقبل ما تكون أستاذة ديالك فهي أم ديالك، وقبل ما تكون بنتك فهي أم ديالك. كما يقول واحد الشاعر، من أجل أمي أحترم جميع النساء. هذوك الناس اللي تلوحوا الوالدين ديالهم في الخيرية فهو ليس له ضمير ولا مبادئ، لأنه الأم شيء جميل. باش يلوح حمو في الخيرية من أجل الجوجة ديالو، فأقول له فأنت إنسان فاشل وليس لك مكان ما بين الصالحين في جنة الفردوس أو في جنة عند الله سبحانه وتعالى. وكما تدين تدان. واحد السيد شد با وجره من رجله، بقى جره حتى للباب. قال له سير ولدي الله يرضي عليك. قال له كيفاش با أنا جرك حتى للباب وتقول لي يرضي عليك؟ قال له حنا جريت با حتى أنا. قالوا هكا درت لبا واحد الناريات وهكا جريته، وجيت يا ولدي درتي لي كما تدين تدان. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.